الذكاء. من سمع بيبيتها تريد تروح وراح تودع الوداع الأخير، احتمال تجي أو بعد ما تجي. هنا الطفل بقى يتوسل ويبوس بيتها ورجلها، انه خذيني وياك، خليني حتى لو خادم. هذا الطفل ما شاء الله عنده بلاغة بالكلام، أمانة أكبر من عمره، صار انه يتوسل بها بعبارات تزرف القلب، انه بعد ما سووك راح يكون حزام ظهرك بيبي، أنا اللي راح أشتغل وعينك، خليني يمك، شنو اللي راح أكله منك؟ شنو اللي راح أخليك تخسري علي؟ هذه الكلمات اللي يرددها هذا الطفل أبجت كل الدار وأحزنت كل الأطفال، وما كان يتوقع أنه العيشة بالدار هنا أنه أفضل من عيشته يمهم. سعادة ورخاء وحب، كان يتوقع أنه دار الأيتام مثل السجن، ولكن بعد ما شرحنا له الصورة تغيرت حالته وقال أنا وين شنت هنا أكيد أفضل بألف مرة. ولكن اللي نقصده، رغم التوسل والتمسك بالبيبية، رفضته بكل دم بارد وقررت أنه تغادر بليل مظلم ترجع للموصل. رغم قلنا لها أنه بات، ولكن رفضت أن تبات ولازم ترجع، لأن قالت عندي مهمة لازم أخلص منها بأي طريقة كانت. أبوي وأمي يا حيف